ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أشادت النائبة البرلمانية فاطمة خير عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالمستوى المشرف للإبداع والمبدع المغربي في جميع المجالات، داعية إلى الاهتمام بوضعية الفنانين. وعقبت فاطمة خير خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي على وضعية الفنان الهشة قائلة إنه يجب الاشتغال على الملفات المرتبطة بالشق القانوني والاجتماعي. ودعت خير إلى إعادة النظر في الدعم الموجه لقطاع الثقافة والفنون لضمان الاشتغال في مناخ تنافسي يحتكم لتكافؤ الفرص. وأشارت النائبة البرلمانية بكلمات مؤثرة إلى أن الفنان ينتظر رعاية ووضعا اعتباريا لعطائه وإبداعه، خصوصا عندما تنطفئ الأضواء ويعيش خريف العمر. ولفتت عضوة في ضرالية الفنانين التجمعيين إلى أن الفن مرآة المجتمع، تعكس كل من ثقافته وحضارته وتاريخه، ويلعب الفن دورا هاما في توعية ورقي المتلقي. لا يختلف اثنان على أن الفن هو مرآة المجتمع، وأعي ما أقول، على أن الفن مرآة المجتمع تعكس كل من ثقافته وحضارته وتاريخه، ويلعب الفن دورا مهما في توعية ورقي المتلقي. ولابد من هنا بالإشادة بالمستوى المشرف للإبداع والمبدع المغربي على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، لكن وبالخط الأحمر العريض، المفارقة الغريبة هي وضعية الفنان المغربي، لا زالت تعيش الهشاشة والضعف. لذا وجب الاشتغال على الملفات المرتبطة بالشق القانوني والاجتماعي، مع إعادة النظر في الدعم الموجه لقطاع الثقافة والفنون لضمان الاشتغال في مناخ تنافسي يحتكم لتكافؤ الفرص. فالفنان المغربي سيدي رئيس الحكومة، وأقولها مرة ثانية وأعي ما أقول، ينتظر رعاية ووضع اعتباري لعطائه وإبداعه، خصوصاً عندما تنطفئ الأضواء ويعيش خريف العمر.